جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مثل هذه الأفكار تتسرب عبر بعض الكتب، هل من كلمة شيخ صالح؟ هذه الأفكار والعادات السيئة تتسرب إلى الناس إما عن طريق العادة والإلف وما اعتاده الناس بغير رجوع إلى الكتاب والسنة، وإما عن طريق الكتب التي لا ضابط لها وليست معروفة عند علماء الأمة وليس مؤلفوها ممن يوثق بهم، وإلا عن طريق دعاة الضلال ودعاة الفتنة. فالأمور غير المشروعة تتسرب إلى الناس من هذه الأمور، إما من العادة السيئة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وإما عن طريق الكتب غير المنضبطة يظنونها يثقون بها ما دامت أنها كتب، ولا ينظرون إلى مؤلفها ولا ينظرون إلى ما فيها هل يوافق الكتاب والسنة أو لا، وإما عن طريق دعاة الضلال والمخرفين. كل هذه آفات تصيب الناس في دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب الرجوع إلى أهل العلم وعرض هذه الكتب عليهم، وأقصد بأهل العلم العلماء المحققين الذين حملوا العلم الصحيح، فمستشارون في هذه الأمور وتعرض عليهم هذه الكتب ويؤخذ رأيهم فيها. هذا هو الواجب على المسلم، أو إذا كان هذا جاء عن طريق العادة أو عن طريق بعض الدعاة المضللين فيعرض هذا أيضا على أهل العلم الموثوقين ويؤخذ رأيهم فيه، لأن المسألة مسألة دين، فيجب على المسلم أن يرجع إلى أهل الدين. أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو أن إنسانا احتاج إلى سلعة من السلع ليشتريها لذهب يسأل أهل الخبرة وأهل المعرفة بالسلع وأقيامها، فكيف لا يسأل عن أمور دينه؟ نعم.